أعزائنا مشاهدي فضائيات نورسات، بكل الحب نلقاكم في برنامجنا الصمت يتكلم. نرحب بكم ونرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم الأب وسام منصور. أهلا وسهلا أبونا. أهلا فيك. أهلا وسهلا. أبونا وسام من مدينة عمان الأردن، يقوم بخدمته الكهنوتية حاليا في رعية قطع رأس يوحنا المعمدان مأدبة. في هذه الحلقة سنتحدث عن فضيلتي المحبة والرجاء، وهما من الفضائل الإلهية التي عاشتها القديسة ماري ألفونسين بطريقة بطولية. إن النفس المحبة لله تصير هيكلاً للثالوث الأقدس، والقديسة ماري ألفونسين أحبت الله وفضلته على جميع وفوق كل شيء، فبدت حياتها كلها منغمسة بحضور الله الدائم في صلاتها، عملها، صمتها وتواضعها. لقد وجدت في هذه المحبة سعادتها الحقة. فكيف أبونا يستطيع المكرس في أيامنا إنه يكون الله تعالى هو الأول في حياته؟ في حياة التكريس، نعم، بشوف إنه الفضيلة الأساسية اللي ممكن تساعدنا نوصل لأنه يكون الله الأول في حياتنا هي التواضع. لما الإنسان بدرك إنه هو لا شيء أمام الله وبدرك حقيقته الفانية، بعرف إنه كل شيء بهذه الحياة ينبع من الله ويصب في نبع مجد الله. نعم. فإذا الإنسان امتلأ من ذاته، امتلأ من نفسه، من معرفته، من فضيلته، حتى من أي شيء، ما بيقدر إنه يوصل لربنا بالطريقة الكاملة وبالطريقة الحقيقية. عشان هيك ممكن نأخذ المثل من حياة القديسة ماري ألفونسين، إنه بتواضعها والبساطة الروحية اللي عاشتها قدرت توصل لقلب الله. نعم. تقدر توصل لعمق عيش المحبة مع ربنا، واللي ساعدتها إنها تنقل هذه المحبة بخدمتها للناس وعيشها مع رفيقاتها الراهبات في مسيرتها الرهبانية. يعني كان مشهود لها في حياتها قربها من الآخرين وقربها ومحبتها للناس في خدمته. نعم. فأنا باعتقادي أنه دائماً النفس المكرسة كل ما أفرغت من ذاتها امتلأت بمحبة الله. نعم. وكل ما امتلأنا من ذاتنا، من نفسنا، بكل ما حملت من شهوات، من ملذات، من كبرياء، نبقى بعيدين جداً عن محبة الله وعن الشهادة لله. يعني أبونا باعتقادك إنه كل ما أفرغ الإنسان المكرس ذاته من ذاته، كل ما ترك مجال لربنا إنه يملي هذا القلب. هذا نعم. الشيء اللي بيساعدنا إنه نفهم محبة ربنا، لأنه محبة ربنا ظهرت في الصليب. نعم. والعيش الصليب هو اللي بيساعدنا نعيش المحبة الكاملة لربنا، بحيث إنه المكرس ما ينظر لنفسه وإنما ينظر للآخرين اللي بشوف فيهم ربنا. نعم. يعني الإيدين المفتوحة على الصليب هي لازم تكون شعار كل مكرس، إنه زي ما بيقول القديس بولس: قد صلبت مع المسيح، فما أنا الذي يحيا بل المسيح يحيا فيه. وهذه حياتنا المكرس، هي حياة التكريس، إنه الإنسان أو المكرس يعيش الله. نعم. ويعكس صورة الله للآخرين. نعم. وهذه بنظري ملء المحبة اللي ممكن أن يعيشها المكرس. نعم. نقرأ في مذكرات الأم ألفونسين ما يلي: اعتاد الباحث عنها أن يلقاها قائمة تصلي هناك، ولدى سماعها لأي نداء كانت تبرح مكانها بسرعة، مفارقة الرب من أجل الرب، تارك عبادته من أجل خدمته في شخص القريب. وهناك الكثير من الأعمال الخيرية التي قامت بها أثناء حياتها الأرضية. كيف يمكننا اليوم أبونا نحن المكرسين أن نترجم محبتنا للآخر؟ المحبة بالترجمة تكون بالعطاء الكامل لربنا. نعم. ما من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل الآخرين. في الوقت اللي المكرس اللي بيصير يحط إطار لخدمته، إنه أنا دوامي من الساعة كذا لساعة كذا، أو هاي الشغلة بعملها، هذه الشغلة ما بعملها، هذا المكان بروحه، هذا المكان ما بروحه، بيكون خرج عن إطار الخدمة والمحبة اللي ممكن يعكسها للآخرين. نعم. بينما لما بيروح لعمق
المحبة والدينونة بنفس الوقت اللي نحن بدنا نعيش بحسبها. يعني لما بنرجع لإنجيل القديس متى الفصل 25 بنشوف أساس الدينونة اللي أعطانا إياها السيد المسيح، قلنا كلما صنعتم لإخوتي هؤلاء الصغار فبقد صنعتموه. فأنا مدعو إنه أشوف المسيح بكل إنسان وأتعامل مع كل إنسان زي كأني بتعامل مع المسيح بالذات، وهذا الشيء اللي بيساعدنا إنه بالفعل نظهر كل الإيجاب اللي موجود في حياتنا. وفي هذا المجال عشنا خبرة كتير حلوة في مادبة، نحن عم نستعد لاستقبال إخوتنا العراقيين، اللاجئين العراقيين اللي إجوا من الموصل في الفترة الأخيرة. في ليلة استقبالهم أنا عم بستعد مع اللجنة الكنسية اللي ساعدتنا في الاستقبال، قلت لهم نحن عم نقبل نعمة كبيرة لأنه عم نستقبل المسيح في بيتنا، هو اللي أنا كنت غريبا فأويتموني، فنحن بدنا نستقبل هاي النعمة اللي ربنا سمح لنا إنه نحن نعيشها وإنه نستقبل المسيح في بيوتنا. بالفعل هاي الفكرة الروحية البسيطة بشكلها الخارجي شحنت الأشخاص بطريقة جدا رائعة، ساعدتهم إنه يعطوا كل اللي عندهم ويبرزوا كل الإيجابي وكل الغنى اللي موجود في نفسهم في سبيل خدمة إخوتنا اللي جايين من العراق. نعم أبونا، والفكرة فعلا رائعة إنه نحن كمكرسين مش مفروض نحط إطار لخدمتنا للآخر ومحبتنا، إنما المفروض يعني يكون دائما إيدينا مفتوحة وقلبنا مفتوح لاستقبالهم. إن الاستسلام لمشيئة الله تعالى وتتميم إرادته من العلامات البارزة لعيش فضيلة الرجاء التي عاشتها القديسة ماري ألفونسين، إضافة إلى ثقتها المطلقة بعونه تعالى وإقدامها على تأسيس الأخويات للبنات والأمهات ومباشرتها لإنشاء الميتم. أبونا، هذا الكلام اللي قرأناه بيعكس قديش هي كانت تتكل على العناية الإلهية وتستسلم وتثق. نحن كمسيحيين في الشرق عم نتعرض لمواجهات صعبة، لمضايقات، كيف بنستطيع أن نثبت في محبة الله ونستمر وتكون فضيلة الرجاء فعلاً عم تنمو في قلوبنا دون يأس؟ من أصعب الفضائل اللي ممكن يعيشها الإنسان هي فضيلة الرجاء. نعم طبعاً بمجالات معينة، لأنه نحن وخاصة في عصرنا هذا بنتعلم على الحسابات الدقيقة، 1+1=2. فأنا بحسب كل أموري، بحسب شو معي مصاري، شو في عندي إمكانيات، إذا رحت لمكان تاني ممكن يكون أفضل. يعني حساباتنا البشرية اللي ربنا غايب عنها ما بتساعدنا إنه نعيش فضيلة الرجاء بالشكل هذا الصحيح. بينما لما نشوف الإيمان الصح والإيمان الحقيقي هو اللي بيغذي الرجاء وبيساعدنا إنه نعيشه، نعرف إنه مهما صار ومهما مرينا في أحداث، مهما مرينا في أزمات وصعوبات، إنه رعاية ربنا وحماية ربنا دائما موجودة عندنا، وربنا قادر من أسوأ الظروف اللي نحن نمر فيها يحضر لنا أكبر الخير اللي بتطوق له نفوسنا. هذا بجوز بحياة القديسة ماري ألفونسين عاشته بأكثر من حادثة، يعني وجودها كثير أكثر من مرة بالمياتم، إنه ما في أكل أو ما في أي إشي اللي يعتمدوا عليه، وفجأة يجي الإشي في وقته الحقيقي. إيمانها الكبير لما رمت المسبحة ورا البنت في البير، يعني بيعكس قديش في ثقة في ربنا، وهذه الثقة هي بتغذي الرجاء إنه اللي جاي أفضل. نعم. وربنا عم بيحضر دائما الأفضل لنفوسنا. فنحن بالشرق لربما بيظهر إنه نحن عم نمر بصعوبات غير أكثر من غيرنا أو مختلفة عن غيرنا، ولكن أنا بقول كل إنسان له صليبه، كل إنسان له صعوبته اللي من خلالها ربنا بيربيه وبيربي نفسه حتى يبرز الخير اللي موجود فيه. واللي نحن والذهب يمتحن في النار ونحن أثمن من الذهب. نعم أبونا، قبل ما نختم اللقاء هل في رسالة بتحب توجهها لشبيبة اليوم؟ بقول لشبيبتنا إنه ربنا لما بعطينا هاي النعم اللي موجودة في حياتنا، خاصة لما بعطينا نعمة القداسة، لما بيختار من بناتنا قديسين وقديسات، هي مناسبة لنوقف أمام ضميرنا ونتذكر إنه كل واحد منا
هو مشروع قداسي. نعم. هو مدعو للقداسي، وربنا بيأمن لك كل الوسائل وكل الاحتياجات اللي محتاجها حتى تحقق هذا المشروع وتعيش هذا المشروع اللي بالنهاية هو يمجد ربنا ويمجد حضور ربنا في حياتنا. نعم. هكذا ليضل نوركم أمام الناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. هذه الرسالة اللي بتمنى توصل لكل شاب وصبية يعرفوا أنه ربنا عنده إيمان كبير فيهم، إيمان كبير في قدراتهم، حتى من خلالهم يقدر يقدس نفوسهم وأيضاً يقدس الكنيسة. نعم أبونا، بنشكرك على اللقاء الغني، فعلاً ربنا يباركك ويبارك خدمتك. شكراً لكم وألف مبروك قديسنا. شكراً أبونا. علمنا القديس بولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس أن للمحبة قدرة عظيمة هي محور كل التعليم المسيحية، وهي قوة لكل المواهب الروحية. بدونها حياتنا المسيحية تمثيلية فارغة، ووزناتنا ومواهبنا نوع من الاستعراضات والافتخار، فكل عمل مسيحي صالح وحقيقي مبني على المحبة. فالحب يعني اتساع القلب ليحمل في داخله الله المحبة، ومن خلاله يحب كل إنسان فيسمو فوق حدود العواطف والغرائز البشرية، ويتنازل عن كبريائه لينحني ويغسل قدمي كل إنسان بالمحبة المتواضعة، ويقدم كل شيء لديه من أجل أخيه الإنسان. فالحب هو بذل وعطاء من أجل كل أحد دون أن ينتظر نفعاً مادياً أو جسمانياً أو معنوياً، بل يحب من أجل الله المحبة ذاته. من يعش من الحب فلا يترك واجباته التقوية وقت الجفاف الروحي، بل يستطيع أن يقول مع الرسول: من يفصلنا عن محبة المسيح؟ بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا، نتمنى لكم كل الخير وإلى اللقاء. أنت سيدي، أنت حاضر.